في كل عام يخرج أهالي ذي قار لتأدية زيارة الأربعين، لتصبح الأحياء السكنية والشوارع فارغة من السكان، ويتوجه أبناء المدينة سيرا على الأقدام ابتداء من يوم العاشر من شهر صفر إلى كربلاء المقدسة لغرض تقديم الخدمة، تاركين بيوتهم في عهدة الشرطة ومشيدين بدور وزارة الداخلية في توفير الأمن لأحيائهم السكنية ومحالهم التجارية. صراحة هاي الأيام الناصرية فرغت تقريبا العوائل والشباب والنساء، كلها ذهبت إلى نحو كربلاء دا زيارة الأربعين. القوات الأمنية ما جاية تقصر، دوريات جاية تتحرك ليل مع نهار، قيادة الشرطة جاية تحاول تحمي المناطق السكنية والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات اللي كلها العالم عزلت، سدت محلاتها، سدت باب رزقها حتى تتوجه نحو كربلاء لأداء مراسم زيارة الأربعينية. قيادة شرطة ذي قار كشفت عبر وان نيوز عن البدء بالمرحلة الثانية من الخطة الأمنية، وهي انتشار دوريات النجدة والمكافحة في المناطق السكنية والأحياء كافة لغرض تأمين الحماية الكافية ومنع حالات السرقة. المرحلة الثانية بدأت بعد ما تحركوا مواطنين الكرام باتجاه كربلاء، وهي خطة تأمين الحماية الدور السكنية والأحياء السكنية والأسواق يعني ليل نهار. هذه الخطة اعتمدت على المعلومة الاستخبارية وعناصر المكافحة الجرائم والمخدرات ودوريات النجدة، بالإضافة لدوريات المراكز ودوريات الأفواج. الخطة متكاملة ولله الحمد، لم تسجل لدينا أي حوادث سرقة تذكار، دليل على نجاحنا في عملنا والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ويؤكد أبناء ذي قار ثقتهم بأجهزة وزارة الداخلية في حماية ممتلكاتهم من العبث والسرقة، وأنها الجهة الأكثر أمانا وثقة للحفاظ عليها خلال فترة غيابهم لأداء زيارة الأربعين. من ذي قار نور السعيدي، وان نيوز.